مرحبا بكم سيدتي آنستي سادتي لهذا الجزء الثاني من برنامجكم كاتب ومكتبة مع الإعلامي الكبير والكاتب الصديق الأستاذ محمد الصقلي. مرحبا بك سيدي محمد مرة أخرى. سيدي مصطفى نعتز بك وبارك الله عليك وشكرا جزيلا على هذه الالتفاتة. العفو العفو. أنا كتجيني واحد الغربة وهي أنكى غربة أن الإنسان تيكون في مسقط الرأس وبلادي ويزيل البلدان. نعم. وكنحس بواحد العزله واحد بينما في روما كنشعر بمجرد غربه. مجرد انت غربه مكان. انت ولد مراكش ولد المغرب وانت في روما 28 سنه كنشعر بهذه الغربه عاديه. نعم. هذه الغربه حسيت بها في محطات كثيره. ولكن كانت بأشكال متعددة كل حالة وحالة يعني. نعم. غربتك الأكادير، غربتك الطرفاية العيون، ثم غربتك الرباط، ثم أيضا الغربة ديالك لطنجة ومن بعدها روما. هذه غرب. أنا غادي نجاوبك. هي غربة قرار وليست غربة ديار. نعم. القرار ديالي اللي وصلني في هذا اللي وداني لهذه المحطات. وترامت بي المحطات. نعم. كل محطة تحيلني إلى محطة أخرى. مراكش غادرتها في 83 باش غادرتها وأنا كنغادر الإذاعة، بمعنى أن إحساس على مضض إحساس الطفل من اللي لحظة الفطام. حسيت باللي الإذاعة هي المكان اللي غادي يمكن نكون فيه. أنا ما يمكن نكون لي لا طبيب ولا شيروجيان ولا جراح ولا أي شيء ولا فلاح ولا هذا. أنا خلق باش نكون إذاعي حتى الكتابة، ولكن أنا عندي نظرة على أن الإذاعة راه تنفصل عن الكتابة. نعم. الإذاعة راه فيها الكتابة، فيها الإبداع، فيها الشعر، فيها البحث، فيها الثقافة، فيها التأليف، فيها الكتاب، فيها الرواية، فيها كل شيء، لأنك كتلتقي مع هاد الناس كاملين. لو كانت الإذاعة إذاعة، لو كان مشات الإذاعة بشكل هو مطلوب، لأنه ما غاديش نخص لك أنا الإذاعة. الإذاعة ساهمات في الوعي المجتمعي. ساهمات، ولكن راه فرق بين المنجز وبين الافق. نعم. المنجز الى حد ما يمكنناش نمخسوه. الاذاعه كان عندها ساهم في تطوير الوعي المجتمعي، ولكن كان بزاف ديال الناس اللي تمخسوا، كان بزاف ديال الناس ما تحطوش في المحلات المواقع ديالهم، كان بزاف اللي عندهم رؤيه استباقيه، رؤيه مستقبليه، كان عندهم كان عدد ديال الناس اللي شناهم تصدروا ميادين، بينما تم التعتيم على ناس عندهم مؤهلات وعندهم كفاءات اكثر منهم. وهذا مما يؤسف له. انا غادرت الاذاعه في 83 وكل الناس اللي زملاء في ميديان كانوا كيرحبوا بيا. منذ النشاه ديال ميديان في 81 كان سيدي حسن الرشيدي، كان ابراهيم الغربي، كان المنصف بوعلا، كان سيدي حمدي فزارن، وما ادرك ما سيدي حمدي فزارن، كلهم الاصدقاء كانوا تيهاتفوني: أسيدي اش كتسنى؟ اجي عندنا الميديان، اجي. وانا على مضض 83 تمت هذه المساله هذه ومشيت. وكاين اللي كيدير ستاج ديال شهر وشهرين، انا على اسبوع عيط لي جون روبير شيرفيس قال لي سي توكي انت، قال لي هاد الصحفيين ديالنا كاملين عطاونا صوره عليك، ولكن ملي سمعنا الصوت ديالك وكذا وهذا وهذا، قلت له ودي ملي جيت للكتابه ديال الخبر وكذا لقوني مزيان، لقوني مشيت انتقلت انا من هو كاين فارق ما بين الاذاعه المغربيه وما بين هذه الاذاعه القطاعيه. نعم. هذه اذاعه قطاعيه فيها مطبخ الاخبار. نعم. ولا شيء ميوزيك اند نيوز، ميوزيك نيوز اند ميوزيك، الاخبار على نصف ساعه على مدار الساعه وما عدا ذلك تغطيه غنائيه فقط، هذا هو التخصص. نعم. بينما احنا الاذاعه كان شكل اخر. صح. فأعدت التكوين، أعيد لي التكوين، تعاملت مع ملفات دولية ما كنتش كنتعامل معها في الإذاعة المركزية والإذاعة الوطنية، يعني ديك 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 السلة ديال التجارب كلها فرغتها. نعم. ودخلت كصفحة بيضاء وتعلمت على شباب اللي ربما أنا سبقهم للإذاعة. نعم. هما اشتغلوا في الميثاق الوطني، اشتغلوا في العالم، اشتغلوا في الصحافة المكتوبة. ما كانتش انا سابقهم الميكروفون للاذاعه، ولكن هما سبقوني فيما يتعلق بهذه التجربه المتخصصه في الاخبار. نعم. فكانت تجربه رائعه جدا، وهذوك الشباب حضنوني وكل شيء، ولكن المغادره بالاسف الشديد كان يلاحقني نوع من سوء الحظ.
باش هذا سؤال تا هو مفصلي، باش غادرت انا ميديا وكنت الصالير مريح جدا، خمسة د المرات الصالير ديالي انا في الاذاعه المغربيه. ها جميل، وساكن مسكن مزيان كل شيء. جا واحد عند مسيو كازالطا، وانا مسيو كازالطا كتبت عليه هدي عام اللي توفى بعد الوفاة، كتبت عليه واحد الورقه، ورقه جميله جدا. نعم صح، انا قريتها. اييه نعم، كتبتها لي وعلى عجل غير في المقهى. نعم. قال لي يا مسيو استقل لي تي باس بليو ميكرو. قلت لي علاش؟ قال لي لان عندك ان توندونسييل في البابيي ديالك لصدام حسين، وحنا في لو باروكسيزم ديال حرب الخليج. هذه 93 94، وفي هذا الوقت هذه كيموتوا لي جوج وليدات في طنجه. الله اكبر. ما تيبكي معايا، تيموت يتزادوا تيموتوا. الله اكبر. وما تبا ما حضرت ليه، ما تمي ما حضرت ليها، ماتوا لي جوج الاولاد، واحد دفنتو في الرباط، واحد دفنتو في طنجه. ما حد عنقني، ما حد دمع معايا. هذه حتى هي من الاغتراب. تيطردني من العمل. قال لي لا غادي تو كارز طون سالير ولكن تو باس بلو ميكرو. قلت لي انا جو في ان طونتي ان بروسي. قال لي غادي تدعيني. قلت لي ندعيك. قال لي علاش؟ قلت ليه اولا قبل كل شيء كتقول باللي انا عندي في لي بابي ديالي اللي كيدوزو في الراديو، عندي ان بونشون، عندي واحد الميل ولا واحد المحاباه لصدام حسين. سميتو باش صدام حسين انا كما تنحملو. ايه هو منين تخلص هاد القضيه؟ كيفاش جبدها؟ قال لي واحد السيد راه دابا صحفي بحال الطاووس من طواويس ديال البين سبور. قال لي راه استقل لي كتشم الرائحه، كتشم فيه ريحه الثوره، ريحه كذا كذا صدام حسين كذا كذا. الفرنسي ما قبلش هاد الهضره هادي. هو وانا نقول ليه شو هو مسيو كازالطا؟ قال لي نعم. قلت لي اذا هذاك مدير التحرير ما خدامش الخدمه ديالو. قلت لي مدير التحرير شنو هي المهمه ديالو؟ كيفاش كتمر هاد الاشياء هادي وكتمشي عند الجمهور؟ ومدير التحرير هادي هي مسؤوليته. البابي الا كان هكا داير كيخصو اولا يقراه، او اللي لا سمع شي ملاحظه ولا كذا ولا كذا. ولكن دابا انايا هذه المساله هذه اصبحت تلاحقني على انه الطابع الذي يطبع الورقه ديالي اللي كتمر في الراديو هو انه انا عندي واحد النوع من المحاباه لصدام حسين. هذا هو السبب. حطني في الارشيف، خلى لي الصالير، زول لي منه داك البرين ديال المدير ديال الميكروفون وداك الشيء، وخلاني تما ومرض. انا شي ناس كتبوا في الصحافه كاع واش ما تسقل لي. والله العظيم واحد الجمعيه جات من مكناس قالوا لهم بنا نشوفوا التاكيد، حنا راه كنا معجبين بالسقلي وبلي بابي ديالو وكذا كذا، بنا نشوفوا نتاكدوا. قالت لي رحموها جي شوف هاد الناس، راه قالوا لهم انت متي وكذا. اربع شهور خمس شهور جات الفرصه ديال اوربيت. فقط ما جلستيش اكثر من شهور، اربع شهور خمس شهور هو عزلنا على الميكروفون، خلاني الصالير. نعم لا باز ديال الصالير 90% 85% في الصالير ديال 900 فرانك خلاها ليا. ايوا تحقيق اوربيت مشينا للاوربيت 6 شهور تقريبا، والاوربيت باقي ما انطلقاتش. الاوربيت فيها 36 قناه. كانوا ديك الساعه دوك السعوديين دوك الامراء اللي كيملكوا هذيك الاوربيت كانوا الهاجس ديالهم هو يتفوق على سي ان ان وديك القنوات الامريكيه اللي كانت، والبي بي سي بالخصوص. وكانت سموم، وفي هذا الوقت هذه كان بن لادن كان مشى مع واحد الشله، بداو تيديروا شي تصريحات، نشقوا على العربيه السعوديه شي تصريحات بالبي بي سي وكذا كذا. شافوا هما انهم خصهم يديروا واحد القناه اللي هي فعلا تغطي على البي بي سي وتغطي على. من هنا جات الفكره ديال تاسيس اوربيت، وهما داروا 6 القنوات قطاعيه. قناة خاصة بالأخبار 24 ساعة، قناة خاصة بالمسلسلات وهما كينتجوا لبعض المسلسلات، وقناة خاصة بالمنوعات، وقناة بروموشنال تشانل. هذه قناة دعائية، قناة ديال البي بي سي دي، وقناة ديال التعريف بالبرامج اللي كتمر في القنوات العربية. وما عدا ذلك كاين قنوات بالإنجليزية وبالفرنسية وبالإسبانية، وكتشاف في أمريكا اللاتينية وفي آسيا. وهاد الإذاعة 94 دارت فكرة في الخليج، ولاو النساء الخليجيات كيتباهوا في الجلسات ديالهم الى اللي عندها الريسيفر. والريسيفر ديك الساعه تيتباع ب 5 6 المليون، ما يعادل 6 5 المليون ديني مع اشتراك سنوي. ولكن كيمكن لك تشوف كلهم التلفزيونات اللي كاينين، جميع القنوات وكذا متنوعه. انا كنت في اي رئيس رئيس المكتب ديال الخدمات، مكتب الاعلام والخدمات العربيه. نعم مكتب الاعلام والخدمات العربيه.
شنو هي المهمه ديالي؟ المهمه ديالي يا سيدي الكريم هي انه كانت في مدينه الاعلام بالقاهره، كانوا شارين الاوربيت، الاداره كانت ماجره واحد الرواق ومشغله عماد الدين اديب قبل اللي يشتغل مع عمر اديب. نعم. كان هذا السيد كيدير لقاءات على مستوى عالي مع ملك حسين، مع القذافي، مع ابو عمار، اي الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، مع القاده، مع ذاك وزير الخارجيه المشهور ديال الخليج هكذا. كان تيدير هذه اللقاءات حنا قبل العتيبي. لا ذاك العتيبي كان ديال لوبيك. لا هذا هذا اللي كان مع صدام حسين، اللي كان وزير الخارجيه ديال صدام حسين. صاحب العلوج. لا هذاك بوحدو. نعم هذاك بوحدو هذاك. نعم. طارق عزيز. طارق عزيز الرجل المثقف الكبير. صحيح هذاك. ايوا شخصيات كبيره. وهذاك وزير الخارجيه ديال قطر اللي كان لا وزير الخارجيه جاسم. الشهير جاسم. اي هذاك شهير. ايوا كانوا هاد الناس. فهاد الوالد ديال هذا اللي اييه. فهاد المرحله هادي كنديروا حنايا هذا البرنامج هذا قبل ما نونسيو، كنديروا واحد 10 ايام ديال الترويج ديال الاشهار. نعم. فانا كنكتب لي زافون بابي. انا كنكتب لي زافون بابي وكنصيفطهم لجده وللرياض، وكيتوزعوا على صحيفه عكاظ، صحيفه الرياض، الصحف الخليجيه، صحيفه القباس، الشرق الاوسط، كلشي تينشر كينشرهم. نعم. هادو غير دي سينوبسيس. نعم. قصص مختصره. اي. نعم. ولكن ملي كدوز الندوة، ملي كدوز الندوة كندير انا واحد البريس ريليز، بريس ريليز واحد الجرد ديال الندوة تنكتبوا الحيز ديال نص صفحة ولا ثلثي ديال صفحة بعض المرات كيطلع هذا المقال بتوقيعي وبعض المرات تيطلع هذا المقال بالمجموعة على اساس انه مقال ديال واحد من الطاقم ديال التحرير. الطاقم هي وهذا هي اهم عاد كانوا كيستغلوا الصوت ديالي في الببليسيتي. دوك لي سبوت ببليسيتير. كنت انا كنحط الصوت ديالي لدرجه انه كان شي معرض ديال فورد فوكس في قطر، وكان واحد من دوك الامراء اللي كيملكوا اوربيت قال لهم شكون هو هذا الصوت؟ وانا هو بصوتي. وقال لي واحد الرئيس ديالنا كان اردني، واحد زيد فاريز كان خوه هو وزير الاعلام في الاردن، قال لي سي محمد. قلت له نعم. قال لي ودي راه هو هذيك الامير. قال لهم شكون هو هذا الصوت اللي داير الببليسيتي ديال الفورد فوكس؟ قالوا لي اودي واحد المغربيه سميتو محمد الصقلي كذا كذا كذا، وهي تعيط لي خلود ابو حمص. كانت حتى انتقلت من عندنا من القنوات العربيه، مشات للدرجه الثالثه في الطبق الثالث، وخدمات في ذاك ويسترن شانل، خدمات في ذيك القنوات الغربيه. قالت لي سي محمد. قلت لها نعم. قالت لي واحد الميموراندوم جا فيه تنويه بسميتك، واش وصلك؟ قلت لها لا. قالت لي عجيب. تخبى. ايه تخبى. وصلهم تنويه بالانجليزيه باش ما تقول عند راسك راه غير المغاربه اللي تيديروا هادشي. اييه لا راه العرب كلهم. اييه. فجات نويه موقعوا الامير، المكتب ديال الامير في الرياض. نعم. موقعوا باللي راه كذا كذا، راه تثمين من قبل الامير لهذاك السيد كذا كذا كذا. ما وصلنيش. قالت لي لا هادشي راه كنكون فيه غراتيفيكاسيون، كنكون فيه شي حاجه اكرانيه ولا شي. ما وصلنيش هادشي. المهم سيدي على اي حال سيدي محمد انا نمشيو للجانب الابداعي لانه ما عطيناش ما يستحق حقيقه. عمر طويل الله يطول عمرك. يعني يصعب جدا اننا نختصروا هذا العمر الطويل والممتد والسيروري وعبر متاهات كبيره من الازمنه والاشخاص اللي تعرفت عليهم والامكنه وتعدد الحالات والاشكال الكثيره اللي تعرضت لها ديال الضغط النفسي والمشاحنات اللي هي فاضيه واشكال كثيره من التعنت من قبل المسؤولين والاداره والبيروقراطيه الى غير ذلك. ولكن انت شاعر جميل. الله يعطيك الخير. وقلبك مخلص لي 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 للشعر لم تحيد عنه منذ بدايه. صحيح. تشكلك وعيك منذ طفولتك كان الشعر هو رمزك، ولحد الان لا زلت تتماهى مع مفاهيم الشعريه الجديده ولكن بالتاثير لها وبالارتباط ايضا بالشكل الملتزم الذي يعني انت تتفاعل معه في كل لحظه من لحظات الحياه ديالك.
لماذا التجأت إلى الزجل مع أنك صوت عربي فصيح ولك مقدرات كبيرة جدا، ويعني حتى الشكل باش تكتب الأبحاث ديالك هي تفوق الاعتبارية ديال التأسيس لشاعر زجالي غنى له كبار فطاحلة الأغنية المغربية الإدريسي الدكالي الحلو وغيرهم كثير. لماذا الزجل بالضبط؟ إوا هذا أولا الشعر موطني والشعر بيئتي، ويستحيل على السمكة أنها تعيش بغير ماء. في الماء الذي أتنفس منه الأكسجين ومادة الحياة ويخضر الحياة هو الشعر، فالشعر أنا هو شرط حياتي. فأنا عشقت الشعر قبل ما العشق، قبل ما ننتبه لابن زنباع ولا أحمد فؤاد ناجم ولا هاد الشعراء هادو، أنا الطرفية الشعراء الفطاحل أبو نواس، قلت لك الطرفية أبو نواس والطرفية المعري والطرفية الحلاج، وكنت دون السادسة عشرة وأنا كنروي شعرهم. كنروي الشعر ديال الحلاج وكنروي الشعر ديال المعري والمتنبي. نعم المتنبي هو شاعر، إذا قلت شعر أصبح الدهر راوية، ولكن كاينين شعراء وشعراء تاني اللي هما بحال السهروردي بحال الشبلي بحال شعراء التصوف وشعراء المهجر الطروفية. شعراء المهجر هم اللي دفعوني كاع نكتب الشعر، ومنهم جبران خليل جبران وإليا أبي ماضي وإن كان ميخائيل. ميخائيل أنا كان أعتقد ميخائيل يفوق يفوق إليا أبي ماضي، عنده حلاوة وسلاسة وعسل ديال اللغة، اللغة السلسة الجميلة الرائعة، وعنده طلاسم فلسفية، تأملات فلسفية رائعة جدا. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولكن شعر ديال ميخائيل نعيمة، ميخائيل نعيمة أثرت فيه ديك الازدواجية ديال أنه قرا في موسكو ومشى لأمريكا. صحيح صحيح. ونشأ وكانت عنده المنافسة بينه وبين جبران خليل جبران، وكانوا أصدقاء إلى حد بعيد. لدرجة أنه أحسن سيرة مكتوبة على جبران هي السيرة اللي كتب عليه ميخائيل نعيمة. وكان المرحوم الحسن الثاني كيستدل بهذيك ركن بيتي حجر. وهذه القصيدة طويلة فيها 80 ولا 100 بيت ديال، وعنده النهر المتجمد وعنده جبرة، وقرينا ليه التنتر ديالو هذا المدرسة المهجرية كانت رائعة. وأنا في نهار كان التكريم قلت واحد الكلمة أنه في المغنى فيما يتعلق بالمغنى، المغنى ككل كتقوي من المغنى، فالمدرسة اللبنانية قد تكون خطط علوا وسموا خطوات ملحقاتها الأغنية المصرية. أغنية مصرية نعم فيها شموخ مصر، فيها عظمة مصر، فيها العمق التاريخي والإشاع التاريخي الحضاري لمصر. هذه المسألة لا يمكن أن تنكر، فيها أم كلثوم لا تتكرر، فيها صنباطي، صنباطي يتجاوز المتون اللي تغنى بها. صنباطي ظلمته المتون، ضيع هذاك الانجاز العظيم ديال الصنباطي، ضاع في هذيك المتون ديال احمد رامي اللي كيقول جدتي حبك لي، وديك الهضره ديال شوف فيروز. فيروز يا اخي الله يطول في عمرها، فيروز يا اخي امراه عظيمه جدا خصها جائزه نوبل قليله عليها. فيروز غنت للانسان والحياه والمياه والعواصف والكوارث والعنصريه، وغنت الاشياء اللي لا يمكن ان تتصور الانسان. غنت للشيخ والصبي والطفل والاحباط والعجز وتساؤلات. غنت غير المتن الفصيح. لو كان قلبي معي ما اخترت غيركم ولا رضيت سواكم في الهوى بدلا. جيب هذه القطعه ديال عبد الوهاب الدكالي، غادي يقول لك انت جايب لي عنتره. نعم مهم لي كان عنتره. نعم. عنتره عبد كنت يتباع ويتشرى، وعنتره كحل وخايب وكذا وهذه وعبله ولا تلس فين ولا الهضره. غنت جادك الغيت اذا الغيت هما سرقه لينا السيد راه. نعم. وطئت قدماه مراكش. نعم. لسان الدين بن الخطيب يقول صحيح. عنه ابن خلدون صديقي. نعم. والمقدمه ثلاث الصفحات الاخيره فيها جادك الغيت اذا الغيت هما يا زمن الوصل بالاندلس، قصيده فيها شي 120 بيت. نعم. ومن أروع ما يكون. صحيح. وغنت يبكي ويضحك لا حزن ولا فرحة كعاشق خط في سطرا ومحا للأخطل الصغير. وغنت الجبران أعطيني النايا وغني في الغنى سر الوجود، أعطيني النايا وغني في الغنى داء ودواء. دواء. نعم. إنما الناس سطور كتبت لكن بماء
نعم. شوف هذه الاشياء وغنات غنات المتصوفه نعم. وغنات الحلاج ولكن ايضا جات في الفترات الرحابينه اللي ساهموا بشكل كبير في تعليق الرؤيه ديالهم الموسيقى. جميل هذا الشيء. علاش انا عندي شذرات كتبتها في الفيسبوك؟ علاش؟ لان المغنى هنايا كما لم يحدث عندنا في المغرب حنايا الاغنيه نتاجه ديال علاقات بينيه. نعم. تلقى سيدي احمد الله يرحمه عادل الحداني مع عبد القادر وهبي ومع حسن القدميري كانوا كيمشيو للقميمات دويره صغيره بيناتهم تلاهي تيعيطوا هذاك تيكتب الشعر والاخر تيكتب تيلحن وكذا. البيئه ما كانتش بيئه حاضنه حتى في القاهره كان هكا كان عبد الحليم حافظ تيعيط للموجي وتيقعدوا هكا الاثنين. البيئه لبنان كانت فيها الرؤية ديال الغربيين استثناء كانت فيها الرؤية الغربيين نعم. الرؤية اللي نشأت في حضنها الأوبيريت والأوبرا نعم. كان تيجي الشاعر والملحن والموزع والتينور ولا السوبرانو وتيقعدوا كاملين كتولي الورشة محطوطة نعم. الموسيقي كيدخل في النص الشعري مول النص الشعري كيدخل في 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 الاستروف ديال نعم. الموسيقى وي. الموزع تيقول لهم لا انا عندي رؤيه لهذا الشيء هذا وكذا. هذا الشيء داروه الرحابينه نعم. الرحابينه وفيروز وعاصي ومنصور كانوا والياس حتى هو كيتجمعوا كاملين وكتنشا الاغنيه والاغنيه من حيث المبنى لا تتجاوز 3 دقائق نعم. ماشي من كلثوم كتغني لنا الروعه نعم. من كلثوم كتغني لنا من كلثوم بحال الا كنت انت في حاله عشق مع امراه مثالية وكتعيشوا العشق ديالكم العشق الجسداني والروحاني نعم. هذه أم كلثوم والسنباطي نعم. طيب بالنسبة للقصائد ديالك اللي خدات واحد القيمة اعتبارية للأغنية المغربية ورغم ذلك فأنت ساخط على طريقة التعامل ديال لا. العميد على وجه الخصوص ذكرتها أكثر من مرة وبعض أيضا المطربين لا هو المغنين اللي هما عندهم كفاءة كبيرة وغنوا لك بعض القصائد. غادي نقول لك أنا جوج كلمات نعم. اللي غنى لي هو محمود الإدريسي أول مرة ما بقاش في الكورة أول أغنية لي هي صبية نعم. ألحان واحد الراجل راه مات الله يرحمه سيدي أحمد كورتي صديق ديالي صبية أغنية جميلة جدا رائعة كانت منسية واحد البنت مهاجرة في باريس هي اللي دارت لها تأتيت وطلعتها في واحد الفيديو راه هي كاينة الآن إلا درتي محمود الإدريسي صبية غادي تطلع الأغنية أييه هذه في 72 73 73 خدنا لي عبد الوهاب الدكالي هذاك النص ديال ما تطلب منيش المحال غناه فيرسيون كيدونتال دار ليه غناء غربي وتصورت في استوديو عين الشق في الدار البيضاء راه مصورة كاينة في النوار بلون وكاين السي عبد اللطيف الزين وبالكاهيا دوك الرسامه الاصدقاء ديال عبد الله الدكالي وكان عبد الله الدكالي حس مع ذاك النص انه ما عطاهش حقه ورجع ليه في 78 وهو سماه المحال بدل ليه السميه من الهارب الى المحال لو ميم تكست اون فوا بار كوتيم ما لاول مره استثناء في حياه العميد عبد الله الدكالي تنحييه من هذا المنبر عبد الوهاب راه لو فلوغون ديال مفخره ديال الاغنيه المغربيه والعربيه ايه ولو ما عتاب لعبد الوهاب الدكالي انه ما عمرو سول فيا ولا عمرو ذكرني وهذه كنعاتبوا عليها عتاب ديال على قدر الهوايه العتاب المهم لحنها في 78 لما قلت هذه القضيه انا في السياره مع عبد الغاطي عملنا قال لي سي محمد قلت لي نعم قال لي هذه الاغاني ماشي ما تشهراتش قال لي يكفيك فخرا انه غنى لك عبد الوهاب الدكالي قلت لي على راسي وعيني قال لي ولكن هذه الاغنيتين بجوج بهم راه ما نالوش حظهم من التعريف ما نالوش حقهم. العتاب اللي عندي انا على سيدي عبد الوهاب هو شنو؟ هو انه بدل باش يعيط لي هو عيط لعمر العزوزي يعيط لي في روما قال لي اودي راه كاين توريا جبران وكاين السي المنصوري الدكتور وكاين السي اللي كان كاتب عام ديال وزاره الاعلام اجتمعنا كاملين بينا نديروا صفحه ديال عشاق عبد الوهاب الدكالي في الفيسبوك قلت له اودي ما عنديش دربانه يا ما عنديش تقنيه باش ندير هذه الصفحه ولكن مهن لي واحد اليومين كاين واحد السيد مغربي في كندا سدى لي خدمات كثيره جدا سدى لي خدمات بلا ما نتلاقاو بها هكا بلا ما نتلاقى بها قلت له ودي هذا المشكل اللي كاين قال لي عندي شي امتحانات وكذا كذا كذا خصني شي 15 يوم 3 ايام من بعد قال لي الصفحه تصاوبات عيطت لعمر العزوزي قلت له الصفحه راه تصاوبات قال لي مزيان
قعد يومين هو يعيط لي قال لي السي عبد الله تيشكرك وكذا تينوه بهذه البادره انما كاين طلب. قلت له قال لك المقال الافتتاحي اللي غادي يكون في الصفحات كتبو انت. قلت له على راسي وعيني وهذا شرف ليا كتبت المقال وتحط. وقال لي هذا المقال حفل تكريمي في البلديات مراكش غادي تقرا هذا المقال. ما عرفت المقال واش تقرا ولا ما تقراش. المهم عمر عبد الوهاب ما عيط ليا باش يقول لي شكرا. لماذا؟ لانه انا ماشي صوبت هذا الشيء. انا هذاك السيد خصني ندير ليه كادو. داك اللي هذاك الراجل اللي صوب لنا هذا الشيء خصني ندير ليه كادو. عبد الوهاب تيتكلم معايا من وراء الحجاب. علاش تكلم معايا من وراء الحجاب؟ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب انتقدته الصحافه. انت العميد، انت الرائع، انت الرجل اللي احنا كنعشقوك من اللي عندنا 14 عام وتنتغناو باغانيك الجميله الرائعه. ولكن اخويا محمد السقلي ما يستاهلش انك تهزي لي تليفون تقول لي شكرا لا على الموقع ديال الفيسبوك ولا على المقال الافتتاحي اللي كاين منشور ولا على كل هالاغاني ديالك محطوطه في الموقع الا جوج الاغاني اللي غنيتي لي ما محطوطوش في الموقع. هذا هو العتاب اللي عندي انا مع عبد الله. ولا شتي عبد الله دابا نبوس لي راسي. العتاب ديال الاحبه طبعا نعمل الحلو تتموت فيه لانه نعمل الحلو يقدر ويسال ماشي معايا بوحدي. نعم ماشي معايا بوحدي. انا كنلوم على هذاك الوليدات الصغار الظريفين هذاك حاتم عمور وهذاك سميتو وليداتي الله يهديكم. لا هذاك علاش ديك الخرجعه علاش عبد الله شتي انا شهادتي مجروحه في نعمان. نعمان غنى لي جوج الاغاني ناجحه وبواسطهم ولات مكتب حقوق المؤلف ولات يتعامل معايا واحد المعامله يعني واحد المعامله الى حد ما ماشي كونفورتابل ولكن الى حد اعتباري ما فيها اعتبار بفضل الله وبفضل نعمان الحلو. نعمان الحلو لو لم يكن موسيقي لو لم يكن مبدع في الموسيقى لكان محاضرا لكان ميوزيكولوج ورجل عنده خمسة لغات عنده الفرنسية الكبيرة وعنده الإنجليزية الكبيرة ورجل باحث ولغته العربية جميلة وتيكتب كلمات نصوص ديال كتب على أطفال القوارب كتب على الضو الأحمر كتب على الوليدات اللي كيشمو سيليسيون كتب على التوحد كتب على هذه الأغنية تيماتيك الأغنية لأول مرة في تاريخ المغرب تاريخ الاغنيه المغربيه. خلي انا بلديه ديال البلدان خلي مراكشيه بهجه الايام وخلي هذه الاشياء اللي غنى ليا وما طير ليش انا على انه العلاقه ديالتي بنعمان فيها غير جوج الاغاني على علاقه انسانيه وايضا صداقه الان. نعم الان ما كدوش 3 ايام 4 ايام 5 ايام الا بيناتنا تليفون جميل وحيت كيجي لمراكش كيعيط لي لا يعيط لك. طيب سيدي محمد بغينا نختموا اللقاء وكاين كلام كثير بغينا نقوله ولكن من البدايه قلت لك بلي انه انت رجل استثنائي في كل شيء. اولا انت واضح ما تتخبيش واللي بغيت تقول لي شكل ما تتقولها لي فوجو هذا الشيء معروف فيك بدون حقد بدون حقد طبعا بدون حقد. ولكن ايضا هذا الغضب ديالك على كل شيء لانه كاين واحد النبره ديال انه يعني واحد المجموعه من الناس ما تتحملنيش واحد المجموعه من كذا هذه وانت احيانا انا كما انظر اليك انك ربما حزين في الداخل ديالك يعني في رؤيه بعض الناس طريقه التعامل معك او لا كيفاش يمكن يوضعوك في العين في البلبوزه ديال العين درجه انه واحد المره نشرتي مقال غاضب جدا وفي نوع من الحزن والياس وسميتيه واش انا بعدا انا مغربي ولا ابارتريت؟ ابارتريت انا حنا نشرناه في كاش بخيس ابارتريت وقراو بزاف ديال الناس لا ابارتريت 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 اذا سبب هذا الغضب هذا لا سبب ما الغضب هو ليس بغضب بقدر ما هو شوف قد لا تسعفني العباره هو ان كونستا هو تحقيق حاله تنشوف هاد الجحود كنشوف هاد غادي نقول لك حاجه كل المهرجانات اللي تدارت ديال الزجال وديال الاغنيه المغربيه ولا مهرجان واحد عيطوا لمحمد السقلي هاد الاغنيه ديال البلاديه ديال البلدان كانوا يعطيوها جائزه ديال العمل المتكامل حتى شي حد ما التفت ليها مهرجان كان تغناو فيه جميع 100 مطرب مغربي في منقرير وفي اللوحه الختاميه كانت بلديه ديال البلدان غناوها جميع ما تذكرت ماشي ضيفوني ولا عيطوا لي اللوطيل ولا عطيوني اونفلوب لا هادشي كاع ما بغيتوش ولكن تذكر الحق المولى ايوا صح هادشي مالين الزجر كيديروا مهرجانات
فهمتيني ما تعيطوش للسقلي. والان كاين مهرجان فيه لوطيل وفيه لونفلوب وفيه كل شيء هادشي، ما عيطينش للسقلي، ما بغيت لا اوتيل ولا لونفلوب ولا عشيان، عيطوا ليا فهمتيني. والتجربه ديال 50 سنه فهمتيني، مراكش هنايا ما تيحملونيش، ما تيحملوني انا لا اعتقد اسمع لا 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 لا, لا لا شوف شوف لا ما تحملوني شوف تحملوني لا لا شوف مراكش ما عرفش انا هذا الاحساس من جاك. عندي ديوان تمايا لو سمحت الوقت او لا حتى شي وقيت ودير لي شي نجي ندير قراءات ما فيها نديروا قراءات نديروا قراءات نديروا قراءات عاديه تدوز ندير قراءات. عندي انا ما يزيد على الثلث من الكتابه اللي كاتب انا كاتبها على مراكش، وحتى الروايه ديالتي الساحه لم تنال حظها. صحيح صحيح. واللي طبع ليا اللي طبع ليا كنت خلف معاه كمناضل درنا فيها حلقه خاصه في الاذاعه. ايوا انت شوف انا للاعتراف انا في روما وصدر الكتاب ديالي ودخل الكشك ديال اللي حدا الاذاعه وتيجيني تليفون. صحيح. وانت وقتها في الاذاعه الجهويه. صحيح. اول انسان كيعيط ليا وتيقول لي مبارك مسعود راه الاذاعه راه راه الجري راه الروايه ديال ديك الساحه نشرت وها هي في الاكشاك الان. نعم. قلت لي سبحان الله، قال لي ايه والغلاف راه جميل وكذا وكذا وراه بينا شي سبيتش من عندك عطيه لينا يكون عندنا سبق. صحيح. هو مصطفى غلمان الله يحفظك. هذه مساله العفو التاريخ العفو. عاد بعد هذا الشيء بشهرين عيط لي مولاي هشام. عاود عيط لي مولاي هشام قال لي رد انا بغيت واحد اللي سميتو عليه. وديك الساعه انا ست شهور ولا سبع شهور باقي ما شفت الكتاب ديالي من شهور مرات. باقي ما دخلتيش المغرب باقي ما شفتوش. ايه 2007 ولا 2008. صح صح. ايه هذا الشيء كاين. طيب سيدي محمد اش بغيتي تقول الان للناس ديال الاعلام زملائك الناس اللي خطؤوا معك الناس اللي لا داروا معك زي وايضا حتى الاجيال الجديده الاعلاميه هو كاين واحد الفكره كيتداولوها النقاد وحتى الاكاديميين منهم هو شي حاجه تيسميوها القطيعه. نعم. او القطائع. انا كنعترض. انا ماشي العروي ولا الجابري وهادو ناس قراونا وقراو الاجيال حتى في الشرق. لا 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 اش من القطائع. هادشي داروا الشكلانيين الروس. الشكلانيين الروس هما اللي جابوا لنا هذاك ميرو وجابوا لنا دوك عباد الله اللي كي اللي كيديروا في التشكيل الفضاءات العدم الجاذبيه داكشي قط. لا لا ما كاين قط. الحضاره هي لو كوميل. الحضاره هي الاستمراريه. فين ما كتنتهي الاجيال كتجي الاجيال الاخرى بحال داك الرول اللي كانوا كيديروا لنا في الليسي. نعم. ديك العصيه اللي كنا كنشدوها وربعه الدراري كيجريو وتياخذوا منهم. هذه هي الحضاره. صحيح. والثقافات تيقول الحضاره هي وحده والثقافات متعدده بشكل لا متناهي والثقافات هي الروافد التي تصب في هذه البحيره اللي سميتها الحضاره الانسانيه. الحضاره الانسانيه بحال محمد الخامس الله يرحمه لما جا الاستقلال ونطلفوا هنايا وبيتسلموا بيديروا النزع ديال الاسلحه من جيش التحرير وشي بغا وشي ما بغاش وكذا ونطلفوا. قال له محمد الخامس واحد الكلمه فيها حكمه. قال لي ما ودي انا كنمنع على اي قريه ولا اي مدينه باللي تقول هي وحدها اللي ساهمت في تحرير البلد. كل قريه وكل شرف في المغرب الا وساهمت في تحرير هذا الوطن. نعم يعني سيدي محمد الصقلي شكرا لكم على هذه الجلسه الممتعه الجميله وكنا بودنا اننا نعملوا اكثر حلقتان كافيتان في التعريف بواحد من الاصوات الاذاعيه الكبيره اللي اسست الاذاعه المغربيه بكل الابعاد الثقافيه. رجل حقيقه انا احترمك كثيرا لانه لك ايضا صولات وجولات في الكثير من 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 الامور اللي هي حقيقه لا علاقه لها بالاعلام ولكن لا علاقه بالمثقف بالخالص المثقف العضوي المثقف الديناميكي الذي يؤثر في المجتمع ويخوض رهانته وفقا للجديد والراهن. شكرا لك سي محمد. الله يعطيك كل خير سيدي فنان وكنشكر كاش تي في وشكرا للتقني ديالنا سي امين سي محمد امين وكنشكركم بزاف. شكرا لك حفظك الله حفظكم الله الالتفاته الجميله بارك الله فيك. اهلا وسهلا سيداتي انستي سادتي هذه نهايه الحلقتان اللي جريناها مع واحد من الرموز ديال الاذاعه المغربيه والاعلام المغربي الكاتب الكبير والاعلامي الكبير سيدي محمد الصقلي حفظ الله ويطول الله العمر ديالو. نتمنى على انه تكون عندنا مناسبات اخرى باش يمكن لينا نجبدوا مع مواضيع اخرى مختلفه
ولما لا يمكن ليه ايضا يعطينا من الارشيف ديالو ديال السجل المغربي والغنائي قصائد كثيره اللي يمكن مثلا نعملوها في الكثير من المحطات ديالنا الثقافيه والتربويه وايضا الابداعيه بشكل عام على مستوى كاش بريس في البرامج ديالها منتشره على الموقع وايضا على القناه ديالنا. لذلكم الحين هذه تحياتي انا مصطفى غلمان رفقتي زميلي محمد امين بدوي في الاخراج التقني. الى اللقاء.